بسم الله الرحمن الرحيم. الفنانة هيفاء وهبي منعت من الغنى والتمثيل في مصر. يا ترى ايه السبب؟ السبب ان الفنانة هيفاء وهبي اتفقت مع احدى شركات الغناء والتمثيل في مصر، وبعد ما اتفقت معاهم كانت عليهم العربون، فالشركة لحد دلوقتي مش عارفة ان هي تاخد من هيفاء وهبي حق ولا بطل. هيفاء وهبي مش مقيمة في مصر، فبالتالي العربون اتكل عليهم. طبعا ما تخيلوش ان فنانه زي هيفاء وهبي بتعمل كده، يعني اصل هتعمل كده ليه؟ يعني قلنا فنانه كبيره عندها جمهور ويهمها مصلحتها انها تعمل حفله في مصر، فقول على واحد بقى تعمل حفله في مصر وبعد كده تراجعت عنها. المفروض تبلغ الناس، كنت المفروض تقول لهم والله يا جماعه انا مش هقدر اكمل الحفله، مش هقدر اعمل الحفله. الحفله كانت في الساحل الشمالي بالمناسبه، وترجع العربون زي ما بيحصل. انما اللي حصل مش كده، اللي حصل ان هي كانت عليهم الفلوس واختفت، وبالتالي صدر قرار بمنع هذه الفنانة من الغنى والتمثيل في مصر. المنع ده نهائي وهيفضل مستمر ولا تراجع ولا تراجع فيه، حتى لو الفنانة سوت كده، لانه ما ينفعش ان فنانة المفروض انها بتمثل وبتغني وبتقول هي نفسها ان مصر هي البلد اللي ما ينفعش حد يعيش او تتنجم في الفن من غيرها، وبعدين بعد كده تاخد فلوس الناس وتضرب عليهم. ده يعني مش كلام. شكرا.